الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، قال: وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى، رواه مسلم. وهذا الحديث حديث عظيم يدل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم ما ضرب أبداً لا خادماً ولا امرأة، صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا ما انتقم أبدا لنفسه، وإنما ينتقم إذا انتهكت محارم الله عز وجل، فيكون انتقامه لله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا الحديث أنه لا يجوز ضرب المرأة أو لا يجوز الضرب مطلقا، فالضرب جاءت به الأدلة ولكن بشروطه، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: فاضربوهن واضربوهن واضربوهن، أي يضرب النساء للتأديب لا للتعذيب. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالضرب جاءت به الأدلة بالكتاب والسنة، ولكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب أبدا لكمال خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وكمال عفوه. ولم يحتج صلى الله عليه وسلم في التربية إلى أن يضرب صلوات ربي وسلامه عليه، فكان قوله المسموع وأمره المتبوع صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الضرب في الجهاد لا ملامة الإنسان عليه، وذلك لأن الجهاد في سبيل الله مبني على القتال، لذلك قالت عائشة: إلا أن يجاهد في سبيل الله. وأيضا مما يستفاد من الحديث أن الإنسان ينتقم لله إذا انتهكت محارم الله، ولا يكون ميت القلب، بل إذا انتهكت محارم الله عليه أن ينتقم لها، وهذا الانتقام لمحارم الله يكون وفق الشريعة، يكون وفق الشريعة، فلا يكون بحماس زائد ينقلب على صاحبه، بل لابد أن يكون مضبوطا بضوابط الشريعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء، متفق عليه. وهذا أيضا فيه كمال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتعامل مع الجاهلين بالعفو والإعراض. فهذا الأعرابي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة أثرت في عاتقه، ومع ذلك لم ينتقم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء وأعطاه وضحك له صلى الله عليه وسلم. ولو أن مثل هذا العمل فعل مع أحد الناس فضلاً عن أن يعمل مع أحد الملوك والأمراء لا غضب غضباً شديداً ولانتقم لنفسه انتقاماً عظيماً، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم به الأسوة وهو القدوة، فإنه يتعامل مع هؤلاء الجاهلين، لأن الأعراب الغالب عليهم الجهل والجفا، فالنبي تعامل معه هذا التعامل الطيب، فضحك في وجهه وأعطاه من المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا كرما فيه صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا تأليفا للناس على الإسلام والدخول فيه والتمسك فيه، خاصة مع الأعراب الذين طبعهم الجفا والغلظة.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة يعني الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا الحديث مر علينا الكلام عليه في أبواب سابقة. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس، وأن الأنبياء عليهم الصلوات عليهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا يصبرون في دعوتهم، فقد يؤذون من أقوامهم ومع ذلك يصبرون ويسيرون في تبليغ شرع الله عز وجل، فهم أكمل الخلق أداء للأمانة وتبليغ شرع الله عز وجل. وأيضا فيه كمال رحمتهم، فالأنبياء مع أذية أقوامهم لهم إلا أنهم يدعون لهم، فهذا النبي دعا لقومه مع أنهم أذوه وأدموه حتى مسح الدم عن وجهه، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يدعو لهم ويعتذر لهم، وهذا من كمال خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحكي عن نفسه كما حصل له في غزوة أحد عندما ضربه المشركون وأدموه وكسروا رباعيته وشجوا رأسه صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذا عن نبي من الأنبياء في الأمم السابقة أنهم أدموه ومسح عن وجهه الدم وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وما يستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء للمشرك بالمغفرة إذا كان حيا، إذا كان حيا كما يدل عليه هذا الحديث. وهذا الحديث مما يستدل به بعض الناس الذين يريدون أن يميتوا عقيدة الولا والبرى وأن يذيبوا عقيدة الولا والبرى بين المسلمين والكافرين، فيقولون يجوز الدعاء للكفار بالمغفرة والرحمة كما في هذا الحديث. والرد على هؤلاء من وجوه: الوجه الأول أن هذا الحديث جاء في الأحياء ولم يأتي في الأموات، أن هذا الحديث جاء في الأحياء ولم يأتي في الأموات. والوجه الثاني أن الدعاء لهم بالمغفرة المراد بها كما ذكر بعض العلم المغفرة للذنب الذي فعلوه مع النبي، كهؤلاء الذين شجوا رأسه وأدموا وجهه، فهو يدعو لهم أن يغفر لهم هذا الذنب خاصة، لا أن يغفر لهم الشرك والكفر، فالشرك والكفر لا يغفر أبدا، الشرك والكفر لا يغفر أبدا. وهؤلاء إنما يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيتبعون المتشابه ويتركون المحكم. ما المحكم في هذا الباب؟ المحكم قوله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له واستأذنه أن يستغفر لها فنهاه عن ذلك، فهذا محكم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تبين له أن أباه على الكفر تراجع عن استغفاره له، قال سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه آيات محكمات وأحاديث محكمة في هذا الباب.
تنهى عن الاستغفار للمشركين. فمثل هذه الأحاديث لا بد أن تفهم على معناها. كما ذكرنا الوجه الأول أن هذا للأحياء، والوجه الثاني أن هذه المغفرة المراد بها المغفرة المخصوصة للذنب المخصوص، لا مغفرة الشرك والكفر. وأيضا قد يقال أن المراد بالدعاء لهؤلاء الأحياء بالمغفرة لازمها، وهي أنهم يهتدون إلى الإسلام فيغفر الله لهم سبحانه وتعالى. وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك غير مغفور، ولو دعا من دعا واستغفر من استغفر فدعوا فدعاؤه واستغفاره لا يجدي شيئا، وإنما هذا مضر إن هذا طعن في عقيدته هو، لأن من يفعل هذا يريد تذويب الولى والبراء بين المسلمين وبين الكافرين، وأن له ذلك. فعقيدة الولى والبراء هي أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وبعضهم يلبس على الناس يقول الآيات جاءت في الاستغفار ونحن ندعو بالرحمة، وهذا تلبيس باطل، تلبيس باطل. وذلك لأن المغفرة فرع عن الرحمة، فالله عز وجل لا يغفر إلا لمن يرحم، فالتفريق بين المغفرة والرحمة في الدعاء للمشركين تفريق باطل، تفريق بين عموم وخصوص. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم النووي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، على أنه لا يجوز أن يستغفر للمشرك ولو كان من أقرب الناس، لصراحة الآيات والأحاديث في هذا الباب العظيم. وبعضهم يلبس على الناس يقول قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فيقطع الآية ولا يكملها. نعم، رحمة الله وسعت كل شيء، لكن لا تسع الكافر وإنما تسع المؤمنين، والدليل من هذا الدليل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نقول هم أكملوا الآية يتبين المعنى، قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم، إلى آخر الآية. فالله عز وجل بيّن أن الرحمة لا ينالها إلا المؤمن التقي الذي آمن بالرسول واتبع الرسول، أما تنزيلها على الكفار فهذا تحريف لكتاب الله عز وجل ومحادة لشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآيات والأحاديث لابد أن تفهم على وجهها وأن تفهم على معناها، وأن نحذر من هذه الدعوات الباطلة التي تريد تذويب الولى والبراء بين المسلمين والكافرين، ويريدون بذلك هدم الولى والبراء. لأنه إذا انهدم الولى والبراء بين المسلمين وبين الكافرين انسلخ الإنسان من دينه، فأصبح لا يفرق بين حق وبين باطل، فيستوي عنده الحق ويستوي عنده الباطل. وإذاك اليوم نسمع من الدعوات التي يدعو بها كثير من الضلال الذين يدعون إلى وحدة الأديان أو إلى ما يسمونه بالدعوة أو الأديان الإبراهيمية، وقد كذبوا وفجروا، فليس هناك دين إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ونسبتهم هذه الأديان إلى إبراهيم تكذيب لكتاب الله، وهو كفر بالله عز وجل، كفر أكبر مخرج عن الملة، لأنهم ينسبون النصرانية واليهودية المحرفة الباطلة إلى إبراهيم، واليهودية والنصرانية التي كانت لم تأتي إلا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالذي يقول هذه الأديان إبراهيمية يكذب القرآن، يكذب القرآن صراحة، الآية صريحة ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا، وأن تقول أديان إبراهيمية تنسب اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم، والله عز وجل يرد على اليهود والنصارى الذين ادعوا أنهم على دين إبراهيم أن إبراهيم لم يكن على دينهم
وإنما كان مسلما حنيفا وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام. قل أتحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، ولكن المراد على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور التي يراد بها ضرب العقيدة وضرب الدين وتذويب الولا والبرى باسم الإنسانية والدعوة إلى الأديان الإبراهيمية، وكذبوا وفجروا في هذه الدعوة الباطلة، نسأل الله السلامة والعافية. إذا هذا الحديث لابد أن يفهم على معناه وعلى ما ذكره أهل العلم في هذا الباب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.